سيحدث في فندق اقامه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. الرحمن الرحيم، خلينا نروح لشريف. كابتن اسلام، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، دعواتك ودعواتنا ودعوات كل مشجعي النادي الاهلي. لقب 41، يا رب يا رب النهارده الفوز يكون من نصيب النادي الاهلي ونتوج باللقب رقم 41 في تاريخ النادي الاهلي. كابتن اسلام، من فندق الاقامه من خلف حافله النادي الاهلي، ممكن عم نور سائق الحافلة بيقرا القرآن، وممكن لاعب النادي الأهلي من شوية بتقرا القرآن. يا رب بإذن الله النهارده بإذن الله يكون يوم مبروك، يكون يوم النادي الأهلي، يكون يومك يا أهلي النهارده بإذن الله، ونحصل على اللقب رقم 41. خليني أبدأ معاك كابتن إسلام من أول اليوم، يمكن ممكن أبدأ لك من امبارح كمان. النادي الأهلي وصل برج العرب أو الفندق الساعة 9 مساء، يمكن النهارده صباحا كان الفطار الساعة 10 صباحا، يمكن الفطار النهارده الفطار كان إجباري ما كانش اختياري، كل لاعبي النادي الأهلي النهارده فطروا. الساعة 1:30 كان الغداء، الغداء يمكن استمر حوالي ساعة الا ربع او ساعة الا تلت، كل زي ما انتم شايفين الكادرات الخاصة والحصرية لشاشة قناة النادي الاهلي او اللي هتشوفوها دلوقتي حالا دلوقتي. غدا النادي الاهلي النهارده، يمكن اللعيبة النهارده، يمكن النهارده كانت نشويات موجودة في وجبة الغداء، البروتين موجود، يعني كل انواع الاكل اللي النهارده دكتور التغذية الدكتور هاني كان حريص يكون موجود على مائدة غذاء النادي الاهلي. الساعة 5 او 5 الا ربع بالتحديد كانت الوجبة الخفيفة بقى، الكيك والعسل والشاي والمربى علشان خاطر قبل المحاضرة، المحاضرة اللي شغالة الآن يمكن بقى لها دقيقتين ثلاثة، مستر لاسارتي وباقي الجهاز يمكن في محاضرة الآن علشان خاطر تشكيل اللقاء اللي هيبدأ بيه النهاردة بإذن الله لتعرفهم ثغرات وقوة فريق المقاولين العرب، علشان كل لعيب يتكلف بالتكتيك بتاعه اللي النهاردة بإذن الله يا رب يكون التوفيق معانا ونفوز النهاردة. يعني زي ما قلت لك كابتن إسلام، هنا الأجواء كلها تفاؤل. خليني أقول لك يمكن منذ قليل شايف في الوجبه الخفيفه لاعبي النادي الاهلي، شايف احمد فتحي مثلا بيقرا القران، شايف محمد نجيب، شايف علي معلول بيحسوا اللعيبه علشان خاطر يطلعوا من الضغط العصبي الكبير لهذه المباراه، مباراه كبيره، انت عارف مباراه طبعا حضرتك لعيب كبير وعارف مباراه قويه جدا، مباراه تساوي بطوله، مباراه وراها 60 70 مليون اهلاوي داخل جمهوريه مصر العربيه، مباراه كل بينتظرها، فطبعا في عندنا لعيبه لسه صغيره في السن ممكن يكونوا مضغوطين شويه، ده دور بقى هنا اللعيبه الكبار، محمد الشناوي اللي مركز تركيز نمسك له باذن الله النهارده يكون موفق النهارده باذن الله، تركيز شديد جدا. في اللعيبه الكبار زي ما قلت لك محمد نجيب، احمد فتحي، علي معلول، ازارو على طول بيتكلموا مع ناصر ماهر، حسام عاشور ايضا كابتن الفريق بيتكلم، كابتن حسام عاشور النهارده نزل قبل الوجبه الخفيفه بيشوف بنفسه كل حاجه، كابتن فريق بمعنى الكلمه بيشرف على اكل الاكل لعيبه النادي الاهلي هتاكله. يمكن الاجواء كلها تفاؤل، الاجواء كلها باذن الله باذن الله كابتن اسلام النهارده تكون يوم الاهلي، يوم الانتصار. انا زي ما قلت لك هم بقالهم 5 دقائق في المحاضره الفنيه، يمكن على الساعه 6:15 باذن الله هينزلوا حافله النادي الاهلي من خلفي وهيتجهوا الى استاد برج العرب. دعواتك ودعوات كل الاهلاويه يكون النهارده الفوز من حليف النادي الاهلي، يكون اللقب رقم 41 النهارده من نصيب النادي الاهلي. كابتن اسلام معاك لو عاوز اي استفسار. شريف، من الممكن ان احنا نرى النهارده مفاجآت في تشكيل النادي الاهلي ولا من الطبيعي التشكيل الطبيعي طبعا من مشاهدتك ووجودك مع اللاعبين؟ يعني يا كابتن اسلام ممكن تتكلم الشناوي ما فيهوش كلام، رامي ربيعه يمكن حجز بجنبه، محمد نجيب، ايمن اشرف لسه ما الله اعلم، يمكن على الشمال ممكن نشوف علي معلول، على اليمين احمد فتحي، في وسط الملعب يمكن السليه حجز بجانبه لسه حسام عاشور او حمدي فتحي يمكن لسه في كلام، يمكن على اليمين او الثلاثه اللي قدام في حسين الشحات موجود، في وليد سليمان موجود، في صالح جمعه موجود، في رمضان صبحي النجم موجود، في ازارو هيكون هو طبعا حاجز خط هجوم النادي الاهلي. يمكن تتكلم وليد سليمان يمكن عنده بعض الشيء يمكن بوادر برد، فيمكن النهارده الجهاز الطبي اتعامل معاه على طول وهيبان لسه بقى في الساعات القليله باذن الله هيبان، ولكن في بوادر برد بس مش عاوز اقول لك يعني، لكن هو متواجد هو جوه يعني لسه الجهاز الطبي، طبعا الجهاز الطبي الاهلي بيمتلك الجهاز الطبي على اعلى مستوى، متواجد طبعا موجود وموجود في غدا اللعيبه وقاعد من شويه كان بيقرا قران، يمكن لو الانسرتات او المشاهد اللي صورناها خاص وحاصل الشقه النادي الاهلي هتظهر لك طبعا قاعد وموجود وتغدى مع لاعبي النادي الاهلي، ويمكن كان قبل المحاضره الفنيه على طول قاعد وكان حريص ان هو يقرا القران، وهو الان متواجد داخل المحاضره الفنيه باذن الله. كابتن وليد سليمان موجود وباذن الله كابتن وليد
علي سليمان النهارده يكون ليه عامل كبير جدا في تنفيذ خطه الراجل مستر لاسارتي اللي مركز تركيز شديد جدا جدا جدا، فباذن الله ربنا يوفقه هو وباقي الجهاز. طيب من الناحيه الهجوميه طبعا رمضان الاقرب ناحيه الشمال الاقرب، احنا لغايه دلوقتي يا جماعه بنتكلم مع حضراتكم على مين الاقرب في التشكيل الرسمي مصبوح. لم يظهر حتى الان. رمضان صبحي الاقرب ناحيه الشمال، يعني لو وليد ان شاء الله كويس اعتقد ان هو الاقرب ناحيه اليمين، وصالح جمعه ومن امامهم يا مروان يا وليد ازارو، واحد من الاثنين هو ده التشكيل الاقرب، وبالتالي حتى الان لم يخرج التشكيل الرسمي للنور. مظبوط؟ مظبوط. طيب برضو عايز اسالك عن وممكن حسين الشحات برضو نلاقيه ليه دور في خط الامام. عموما يعني اي حد ان شاء الله احنا محتاجين 11 راجل النهارده زي ما انت قلت يا شريف، احنا محتاجين الفتره دي كلهم رجاله وكلهم باذن الله عند الميعاد باذن الله ان شاء الله. طيب متى ستتحرك حافله النادي الاهلي؟ هما ينزلوا الحافله الساعه 6:15، يمكن التحرك هيبقى 6:15 6:30 على اقصى تقدير باذن الله، ومن المسافه من الفندق الى الاستاد مش هتكمل 5 دقائق او 7 دقائق بالكثير، هتكون برضو معانا خاص وحصري على شاشه قناه النادي الاهلي من اول تحرك الحافله الى وصول لاعبي النادي الاهلي الى غرف الملابس الى التسخين. فيا رب باذن الله يا رب النهارده يكونوا يومهم باذن الله يكونوا موفقين النهارده باذن الله. يا رب كل امنياتي طيبه. النهارده عليك شغل كتير جدا، وانا متاكد ان انت هتبقى في قمة تألقك النهاردة في شغل اللي هيحصل النهاردة، لأن الناس كلها بتنتظر ماذا سيحدث أو ماذا سيفعل النادي الأهلي في أو منذ تحرك الأتوبيس لغاية وصوله. أعتقد أن ده هيبقى شغل مهم جدا، نتمنى نحن دائما نعرض لحضراتكم ومع زميلنا شريف شعبان النهاردة نعرض لحضراتكم كل ما يخص كواليس تحرك الاتوبيس، وهنقول لحضراتكم طبعا التشكيل الرسمي ان شاء الله اول ما هيبقى معانا. اشكرك جدا يا شريف، واحنا دايما متواجدين اول ما اللعيبه تنزل او اللاعبين ينزلوا عايزين على طول احنا معاك على الهواء مباشره. شكرا جزيلا زميلنا شريف.